بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع أليرجيكس لعلاج الحساسية. أليرجيكس يعتبر من الأدوية الهامة التي تساعد في علاج الحساسية، يعالج جميع الأمراض الجلدية وجميع الأمراض التناسلية، له دور فعال في التخلص من الأمراض التي تصيب الجسم وتسبب التهابات جلدية مزمنة أو حادة. المادة الفعالة الموجودة في أليرجيكس له دور فعال في التخلص من هذه الأمراض. من أهم المواد الفعالة هو الهيدروكسيزين هيدروكلوريد، هي التي تنتمي لجميع المضادات الخاصة بالهستامين، لها تأثير بعيد المدى وأيضا تأثير في علاج الحالات الخاصة بالحساسية. يعمل هذه المواد الفعالة على سرعة الاستجابة لبعض الحالات. أول حاجة نتعرف عليها بالنسبة لأليرجيكس هي دواعي استعماله. رقم واحد، يستعمل أليرجيكس في علاج الحكة الجلدية والإحمرار الذي يأتي في الجلد والتي تخص الأطفال أو الكبار، ويتم استعمال أليرجيكس في علاج مرض الصدفية. رقم اثنين، يعمل أليرجيكس على التخلص من المشاكل الموجودة في الجلد، يساعد في علاج الإكزيما، ويتعتبر من أهم الأنواع الحساسية الجلدية، وهي التي تظهر على شكل احمرار بكثير من القشور التي تظهر على السطح الخاص بالجلد. رقم ثلاثة، يعالج أليرجيكس العديد من الالتهابات الجلدية التي تأتي بسبب الحساسية، ويعمل على التخلص من التورم في الوجه الذي يأتي بسبب الحساسية الخاصة بجميع الأطفال. يستعمل أليرجيكس في علاج الحساسية الخاصة بالجيوب الأنفية، ويساعد أليرجيكس في علاج حمى القش والعمل على علاج الحزاز، وهو من الأمراض المختلفة. يعالج أليرجيكس الحساسية الجلدية والتي تنتج من العديد من الأمراض المزمنة، وهي مثل الكلى والكبد. كما يستعمل أليرجيكس في علاج الحساسية التي تأتي بسبب لسعات الحشرات بجميع أنواعها وأشكالها المختلفة. ايه هي الجرعة وايه هي طريقة استعمال أليرجيكس؟ الجرعة اللي بيتم استعمالها لأليرجيكس تكون من 2 إلى 3 أقراص بشكل يومي. يتم تحديد الجرعة اللازمة لجميع الحالات الخاصة بواسطة الطبيب المعالج، ويتم من خلالها تحديد الجرعة الخاصة بجميع المرضى حسب السن وحسب حالة المريض. ايه هي الاثار الجانبية لأليرجيكس؟ يسبب أليرجيكس لبعض المرضى ضعف شديد في الرؤية، ويمكن ان يسبب حالة من الحساسية للضوء. أليرجيكس يعرض المرضى لحالة من القي الشديد والغثيان، وهي من أكثر الأشياء التي يسببها الدواء لبعض المرضى، ويفقد الدواء بعض المرضى قدرتهم على التركيز. الدواء يسبب أيضا حالة من النعاس الشديد، ويمكن أن يسبب حدوث زغللة في العين، ويسبب أيضا استخدام أليرجيكس حالة من الخمول والعياء الشديد لبعض المرضى. كما يمكن أن يسبب الرغبة في القيء كبيرة، رغبة كبيرة في القيء لدى العديد من المرضى بشكل مستمر. أيضا الدواء اللي هو أليرجيكس يتم استعماله في علاج جميع الأمراض المزمنة التي تصيب الجلد، ويمكن أن يشعر بعض المرضى بحالة من جفاف الفم. إيه هي الاحتياطات وإيه هي موانع استعمال أليرجيكس؟ يمنع استعمال أليرجيكس لجميع المرضى الذين يعانون من الحساسية الشديدة لمكونات أليرجيكس أو المواد الفعالة الموجودة فيه، لأنه يسبب أضرار كثيرة وعديدة خاصة بالمرضى. أيضا يمنع استعمال أليرجيكس لجميع المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط العين، ويمنع استعماله إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. أيضا عدم استعمال الدواء لجميع المرضى الذين يعانون من تضخم البروستاتا، لأنه يؤثر عليهم كثيرا، ويمنع استعماله للمرضى الذين يعانون من الجلوكوما.
المعلومة. إيه هي تفاعلات الأليرجيكس مع الأدوية الأخرى؟ ينصح قبل أن يتم استعمال الأليرجيكس مع العديد من الأدوية والمكملات الغذائية والمركبات العشبية أن يتم استشارة الطبيب المعالج، وذلك لأن استعمال الأدوية مع بعضها تؤثر على المريض ويكون التأثير بالسلب، وذلك حيث أنه يحدث تداخل بين المركبات التي توجد في الأدوية مع بعضها والمواد الفعالة، وهذا ما يؤثر بشكل عكسي على المريض. لذا لابد من استشارة الطبيب قبل تناول العديد من الأدوية الأخرى، ومن أهم هذه الأدوية أفالوتاميد وألوكسدولين وإيديليسيب وإيزوكاربوكسازيد والمنومات والمهدئات، أيضا إيفاكابتور وأيضا ترانيليسيبرومين، وأيضا الأدوية المخصصة لعلاج الاكتئاب مثل بروزاك ودواء باكسيل، أيضا أدوية البرد وأيضا أدوية الحساسية والإنفلونزا، وأدوية علاج الاكتئاب مثل بروزاك وزولفوت ودواء باكسيل. النقطة اللي بعد كده، إيه هو سعر دواء الأليرجيكس؟ سعر دواء الأليرجيكس للعلبة الكاملة وهو كريم، سعر كريم الأليرجيكس للعلبة الكاملة في مصر هو 5 جنيه مصري، سعر الأليرجيكس أقراص للعلبة الكاملة 5 جنيه مصري، سعر الأليرجيكس أقراص كافيين للعلبة الكاملة هو أيضا 5 جنيه مصري. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتوا تشتركوا في القناة وتدعموا القناة بالاشتراك فيها لو أنت مش مشترك، وضغط لايك لأن اللايك بيزود أن الفيديوهات تظهر في نتائج البحث، وأيضا تضغط على علامة الجرس عشان بيخلي كل فيديو جديد بنعمله بيوصل لك إشعار بيه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.